السلام عليكم حبيباتي، كيف دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى ان شاء الله تكونوا بألف خير وبصحه جيده ان شاء الله. المهم اليوم هذا الفيديو غادي ندير معكم هادو الهرقمه ولا كرع العجل بطريقتين، طريقه كيفاش كنصايبهم انا، وكنتمنى تعجبكم ان شاء الله. يعني طريقه سهله وبسيطه، كنتمنى تعجبكم. المهم نخليكم مع المقادير. دابا كما كتشوفوا هنايا عندي هاد الكرات، عندي ربعة من حسب اختيار، عندي الكمية انا. وهنايا عندي حبة بصلة مقطعة بهذا الشكل، وهنايا عندي الكمية من الحمص، يعني من الحمص يعني مرطب. وعندي هنايا القبضة ديال معدن نص ربع، وعندي هاد الفليفلة، وعندي هنايا أربع فصوص ثوم متوسط الحجم، وعندي هنايا التوابل. عندي هنايا عرق أصفر خرقوم بلدي، وعندي هنايا سكينجبير عفوا، وعندي هنايا شوية الملحة، شوية البزار، شوية الكامون، وشوية فلفل أحمر. وهنايا عندي مركز طماطم، يعني غندير منه غير شوية ماشي بزاف. وعندي هنايا قليل من الزيت، الزيت ما غاديش ندير بزاف، غير شوية لحقاش الكرع ديالي كيطلقو هذا، كيطلقو البدام ديالو، يعني ما غاديش نكتر الزيت بزاف. المهم دابا غندوزو باش طيبو هاد الكرعين ولا الهرقمة ولا الواحد كيفاش كيقول ليها. وخليكم معايا ان شاء الله، وكنتمنى يعجبكم هاد لا فيديو. خليكم معايا، انا غندوز دابا باش نديرو في الكوكوط ديالي ونتبعو مرحلة بمرحلة. بنات عندما درت الكرعة ديالي هاهما هنايا في الكوكوط ديالي، غنزيد عليهم بصلة، وغنزيد هاد القبيط ديال الربيع، وغادي نزيد العطرية يعني مباشرة، كلشي في مرة واحدة، قليل من الزيت، والحمص مغسول بطبيعة الحال، صافي. وغنزيد هاد الثوم، غادي نحكهم وغنزيدهم، وغادي نزيد هاد شويه ديال مركز طماطم، وغادي نروي. صافي انا دابا رويت ودرت الكميه اللي غادي يطيبوا ليا فيها هاد الكرعين، صافي ما بقاش غادي يعني نزيد الروه حتى يطيبوا ليا ويطيبوا ليا في هاد الروه. صافي درت الروه اللي درت، يعني درت كميه يعني جوج لتر هكاك ولا لتر ونص، يعني باش يطيبوا ليا صافي هما هادوك، باش ما نبقاش نزيد الروه كل مره ولا شي حاجه، انا يعني هو بدا مره واحده. المهم صافي هذه هي الطريقه بسيطه، وما كتحتاجش يعني شي حاجه، يعني كلشي كيعرف يدير الكرعين. انا بغيت نشارك معكم الطريقه ديالتي، ان شاء الله تعجبكم. المهم خليكم معايا حتى طيب، حتى يطيبوا ونرجعوا ان شاء الله نوريكم الطبق النهائي. بنات هاي الهرقمه ديالتي بعد ما طابت، الكرع ديالي بما طابو، كنتمنى يعجبكم بالصحة والراحة، وكنتمنى ان شاء الله يعجبكم هذا الفيديو والطريقة ديالتي، يعني بسيطة وما كتاخذش يعني مجرد كدير المقادير كما شفتوا معايا الطريقة، يعني في مرة واحدة ما كتتسناوش يعني حتى يتقلى ولا شي حاجة ما كتحتاجش تقلاو. صافي ممكن تشوفوا الطريقة في الفيديو، وكنتمنى يعجبكم وبالصحة والراحة. غندوزو دابا نقدمو في طبق التقديم، كنتمنى يعجبكم، وشكرا لكم بزاف بزاف.